ايه رأيك في ريكاردو سواريش؟ في ندعت حلو. بس ندعت. لا اصل في ناس طلعوا اقول الاهلي رجع والعاد لا لا لسه. بص بس في بدره امل في ايه؟ الوان تاتش اللي اتلعبت دي والسرعه والتحرك من غير كوره ده كان سمات الراجل. اول حاجتين ابتدى يدي الثقه للناس. يعني انا شو اول مره الولد الفرويد ده صغير مين؟ لا حسام طبعا طريق. لا محمد فخري. محمد فخري ده هيجي منه ان يديله ماشي. طبعا حسام حسن نبتدي بيه. بص الراجل بس اهم حاجه حاجتين دول السرعه والتحرك من غير كوره. ولو فضل الاهلي اربع خمس ماتشات بنفس المستوى بتاع فيوتشر سيبك ان الناس بتقول فيوتشر ما جاتش فعلا ولكن سرعه الاداء وزائد اللعيبه اللي كانت يعني السرعه كان كويس افشل الاجهاد تحس انه راح شويه. لو فضلوا كده اربع خمس ماتشات اقدر اقول لك ان مش هنجيب ثمان لعيبه لا هنجيب اربعه بس. بس لو فضلوا لنهايه الموسم انت كنت قايل لي قبل كده انه الاهلي ماشي ثمان لعيبه ثمانيه دلوقتي بقى اربعه. اربعه لو فضلوا الخمس ست لعيبه اللي احنا اتكلمنا في فضل مستواهم زي كده لنهايه الموسم مش تجي لي ماتش وتعمل لي اربعه وحش لا. لو الاهلي فضل كده لا. رايك ايه في ريكاردو سواريش يا كابتن امير؟ الانطباعات الاولى. لا بص انا بالنسبه لي المدرب اللي اشتغل في البرتغال في فرقه صغيره زي الجيل في سنتي كان صاعد من الدرجه الثانيه واللي انت تفنش في دوري قوي زي في بنفيكا وبورتو وبراغا وسبورتنج لشبونه وتروح دوري مؤتمرات اكيد مدرب كويس طبعا. اكيد مدرب كويس. لكن احنا هنا للاسف بنحكم على المدرب قبل ما تجيبه. يعني زي ريني فايرا لما جه النادي الاهلي كله قال لك يعني خد دوري بلجيكي ما عملش حاجه. المدرب دلوقتي ما بتسالش يا كريم. خلي بالك انا ممكن النهارده هديك مثال. مثلا فيريرا ممكن ينجح في الزمالك وممكن ما ينجحش في نادي تاني. ليه؟ مقومات البطوله بتبقى موجوده في فرق ومش موجوده في فرق بلد صح وفي بلده. لكن انت النهارده بتتكلم على مدرب النادي الاهلي ممكن ينجحه. ليه؟ صح. عنده مقومات البطوله، نادي جماهيري، عنده لعيبه من زي ما نجح موسيمين بالظبط زي ما نجح منو بالظبط بالظبط بالمناسبه يعني لو بعدنا بالظبط. فما تحكمش على مدرب على السي في بتاعه. لا انت النهارده هي الظروف اللي هو مدرب اشتغل في نادي صغير عمل انجاز. ممكن يشتغل في نادي كبير يعمل انجاز واحد واثنين وثلاثه واربعه صح. لكن هو اكيد مدرب النادي الاهلي ونادي الزمالك لما بيجيبوا مدربين يا كريم بيجيبوا مدربين كويسين صح. بيجيبوا مدربين عندهم سيفيهات محترمه. مدربين خلي بالك برضو انا بالنسبه لي المدرب دلوقتي يعني هي بتختلف وجهات نظر بس انا اما بجيب مدرب عنده طموح ايوه بتفرق من مدرب شبعان بالظبط. زي ما انا كده كده جامد بالظبط. يعني انا كسبت خسرت معاكو انا كده كده اسمي جامد. انا عايز اشتغل وعايز انجح وعايز اكبر اسمي. وخلي بالك هو جاي مصر عشان شغال في النادي الاهلي بس برضو اكيد عنده طموح اللي بعد كده عايز يطلع على الخليج طبعا يطلع على حته طبعا. فبتفرق قوي المدرب الصغير اللي بيبقى جاي صغير مش في شغله لا صغير سنا وفي التاريخ وفي التاريخ هتلاقي الطموح عنده كبير فهتلاقيه عايز يشتغل وعايز ينجح. فدي بتفرق في اختيارات المدربين.